لأن الهجرة أمر عظيم ليس بالأمر السهل، ربطه رسول الله بالقلوب. الهجرة ليست حركة بدن أنتقل من مكان إلى مكان، الهجرة ليست حركة جسد تترك مدينة وتذهب إلى مدينة أخرى، تسافر من بلد إلى بلد، لأن الهجرة أمر عظيم ربطه رسول الله بالقلوب. ولذلك قال حديثه العظيم المشهور الذي يحفظه أكثر الناس: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا عمل قلوب، النية في القلب. مباشرة قال رسول الله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة ليست بالأمر السهل، الأمر العظيم الذي يشترك فيه كل ما في الإنسان من قلب وعقل وبدن ومال وأسرة وحال وكل شيء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يقول لنا للأمة جميعا: إذا فهمتم الهجرة، وإذا أردتم الهجرة، وإذا عزمتم على الهجرة، ونويتم النية الصالحة في الهجرة، فيقينا الجواب جواب الشرط. فمن أدى شرط، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، كما اليوم نحن نهاجر لأجل دنيا، أو امرأة ينكحها رمز للشهوات، ونحن كثير منا اليوم يهاجر للشهوة، يخرج للحرام، يخرج للشهوة، يخرج لصاحب السوء، يهاجر من أجل متعة ما يرضاها الله. من كانت هجرته للمعصية ولو من هذا البيت إلى هذا البيت، لا يشترط البلد، ولو من هذا الجار إلى هذا الجار، ولو من هذا الباب إلى هذا الباب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هناك أعاد رسول الله اسم الله ورسوله، هناك في المقطع الأول قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى الله ورسوله، ما قال فهجرته إليهما بالضمير. ولكن في المقطع الثاني لما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال كما قال في المقطع الأول فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله ورسوله تعظيما، لأن أمر الهجرة إلى الله أمر عظيم يستحق التعظيم، يستحق الإكبار والإجلال. لكن لما يهاجر إلى شيء تافه، أو يهاجر إلى معصية، إلى الدنيا يريد أن يصيبها، إلى امرأة يريد أن ينكحها يقصدها سواء بالحلال أو بالحرام، أمر ليس له قيمة، فهجرته إلى ما هاجر إليه ذكره بالضمير الغائب تحقيرا وتقليلا لشأن هكذا هجرة.